لما سئل شيخنا ابن باز رحمه الله في الإذاعة في برنامج نور على الدرب، قالوا: ما رأيك بهذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك يا الله ببركة رمضان. هو الآن لم يسأل رمضان ولم يسأل ليلة القدر، وإنما سأل الله، توسل إلى الله ببركة رمضان. قال: هذا لا يجوز أن يتوسل إلى الله ببركة رمضان، لأن رمضان زمن أودع الله عز وجل فيه البركة. وإنما الصحيح أن يقول المسلم: اللهم إني أسألك بصيامي لرمضان. لأن التوسل يا إخوان، التوسل لا يجوز أبدا إلا ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كأن تقول: يا رحمن يا رحيم برحمتك أستغيث. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: أن تتوسل إلى الله بعمل صالح قمت به أنت ولم يقم به غيره، كأن تقول: أسألك يا الله بصيامي في رمضان، أو بإيماني برسولك صلى الله عليه وآله وسلم، فيجوز. ويدل لذلك أولئك الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فسألوا الله بأعظم ما لديهم من الأعمال: ذلكم الذي بر بوالديه، والذي راود ابنة عمه على الزنا فقام عنها مع حبه لها، وذلك الرجل الذي استأجر أجراء فأعطى أجراءهم ما عدا أجرا واحدا أبقى له المال ولم ما ثم أعطاه إياه، فدعوا الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. النوع الثالث: أن تتوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح، بدعائه لا بذاته، كما عند البخاري أمر عمر العباس أن يستسقي للصحابة، يعني أن يسأل الله أن ينزل عليهم المطر. أما بركة فلان، بركة رمضان، شرف رمضان، هذا لا يجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل بها ما عدا هذه الأنواع الثلاثة. ولذلك مثل ما قال أبو زرعة رحمه الله: ما أسرع الناس إلى البدع. البدعة سبحان الله تنتشر إلى مئات الآلاف إلى الملايين ويطبقونها، بينما السنة يقال: يا مسلمون هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعملون بها. بينما البدع ما أسرع انتشارها،